67 كمان وهجر ناسها، وبعد كمان فتره الحصار وشده المقاومه تهدمت السويس كمان. انا وانا بخرج الفيلم كان ايدي على قلبي طول الوقت، طب انا هوثق يعني الناس هتصدقني ازاي؟ طب هخلق مسرح الاحداث ده ازاي يعني؟ المهم انا صورت ثلاث بيوت مهدمه بفعل التعريق، فعل القدم يعني، مش بسبب الحرب. ورحت مصوره الحواري القديمه والشوارع القديمه في السويس، وبعدين على موفيولت المونتاج تم تجسيد الفيلم كله.